السلام عليكم، مرحبا فيكم في لعبة جديدة. قررت اني العب لعبة كاب هيد على صعوبة الاكسبرت اللي هو المحترف. تغيير جو عن الالعاب اللي قاعد العبها الان، لعبة ريزنت ايفل، لعبة فايف نايتس ات فريديز. طبعا انا بلعب كلهم على صعوبة الاكسبرت لانها اصعب وامتع صراحة، ومن زمان انا ما لعبت. نايس مو نايس. لهذا بس يروح. هذه مو بداية خير. يضربني أول ما يطلع. بوم. جاء وقت البصلة. طبعا الموسيقى هي افضل شيء في كاب هيد. هاي الحين جاء وقت الجزرة. اوف. نايس. طبعا هذا على الاكسبرت من اصعب القتالات او الباسز في كاب هيد. على صعوبة الاكسبرت مرة صعب. نايس. موف. سويته في الجهة الغلط. الله ينعلكم. اوتش. طلع صعب. اوه، ضربة سيئة كانت. اوتش. اوكي. اوه. ايد ذس. لا. اوكي. الصعوبة الآن تبدأ من الحين. بوم 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 بوم. ليه طلع لي الازرق؟ اوكي هذا اسهل واحد. اوتش. لا ما تقول لي. انا ميت لا محاله. اوكي هذا. Here's a real high class bout. It's on.
لا هذه أسوأ واحدة. أوكي وضعنا تمام. So far تمام. Okay. Yes. Nice. Good. Okay. هذا أذكر المكان. أوف. مو صعب. Bomb. Nice. Ouch. Nice, easy. المحاولة الأولى. Okay, هذا أبد مو سهل. هذا الباص هذا. أول باص طيران. يا حبيبي. Nice. Ouch. Bomb. Off. Okay, هذا ممكن يكون صعب. اوف. يا الله. Nice first round. نجرب هذا شوي. راح علينا الباري. اوف.
اوتش. Oh no! وصلنا لآخر فايز. أوكي. هذا الصواريخ أفضل من الرصاص. لا. أوكي. Come over here, boy. Ouch. Oh. Ya Allah. أنا ما أذكر هالفيزا أبداً. بتحول لقمر. تحول طبعاً رهيب مرة. اوف. اوكي لا نستعجل نستخدم الهجوم القوي على طول. نايس. كويس كويس كويس. اوف. Okay, nice, nice, خلاص. لا يس. اوكي اصعب باص لحد الان على صعوبة الاكسبرت. طبعا هذا الصعب مرة في هالصعوبة هالباص ده. بس الموسيقى حد مرة لازم نضرب وجهها. ها اوتش. اوف. اوكي. اوف الأفسة.
اوكي إيه توصل تحت من هنا. خلينا نغير السلاح. السلاح مو عاجبني. هذا كويس، هذا كويس حق هذا. نشحنه ونطلق على راسه. نايس نايس. عفسه عفسه بشكل مو طبيعي. هولي وصلنا ال... لحظة وش اقدر انا اسوي؟ اوكي صعوبة سرعة زادت عن الأول ثلاثة زعماء. خلاص يا حبيبي خلاص. نو واو عفسة واجد صايرة في الشاشة. أنا ما أدري تركز على تقتل الحشرات الصغيرة وتركز على إنك تطلق علي. خلاص عاد موت. لا خلاص لا يا هذا أفضل شيء. أوكي. أوكي 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 أوكي.
لا يا سخيران. وصلنا نهاية الفيديو، لعبنا لعبة مختلفة، تغيير الروتين، حبيتنا نزل شيء غير Resident Evil 4 و Five Nights at Freddy's عشان تفرفش القناة شوي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، ولو أنتم مشتركين في القناة اشتركوا وقولوا لي في الكومنت إذا تبغوني أنزل Cuphead مرة ثانية، وبأشوفكم في المقطع الجاي. مع السلامة.